تعس المصريين حكومة صندوق النقد لم تكتفي بأنها تمد إيديها في جيوب المصريين، إنما مدت إيديها كمان في أحشاء المصريين بحثاً عن الخبز. وأنا هتكلم في الأرقام، مش هما بيحبوا لغة الأرقام، نقول كشف حساب ومجموع وتنسيق هذه الحكومة خلال 4 سنوات وصولاً للموازنة الحالية. الديون المحلية في يونيو 19 سيادة الرئيس كانت 3794 مليار، بعد 4 سنين اسمعوا الأرقام بقت 7119 مليار، بزيادة 3324 مليار. دي حكومة مصطفى مدبولي. الدكتور مصطفى مدبولي يا ده اسم علم يا سيادة النائب، يا اسم علم النائب. انا ضياء داوود، هو مصطفى النائب. مدبولي اسم علم رئيس الحكومة، ولذلك انا بقول لك سيادة النائب ما بقولش طبعا. الدكتور مصطفى مع مدبولي. الاحترام لكل الدكتور المسؤولين. الدكتور فضل الدكتور كمل. الدكتور مصطفى مدبولي كمل. هو دكتور فيما يفرضه علينا الدقيقتين بتوع الرايح الرئيس. الديون الاجنبية خلال ال4 سنوات ذاتها كانت 945.6 مليار، بعد 4 سنين بقت 2545 مليار، بالزيادة 1600 مليار. أرقام موجعة أنا عارف هذا، يعني الدين كله من 4435 مليار ل8609 مليار. ينسبوا بقى براحتهم ويحطوا مبررات من كوفيد لحروب لوضع إقليمي زي ما هم عايزين. ده الوضع اللي بناء عليه سيادة الرئيس عندنا في 24 42 مليار دولار أقساط وفوائد الديون. معدل الفقر ازداد في آخر 4 سنوات على إيد هذه الحكومة من 29.7 ل 35.7. أرقام العام الحالي 1834 فوائد ديون تساوي 47.4 من المصروفات. باختصار فيما تبقى في اخر كلمات سيادة الرئيس، اقساط الديون 1606 مليار، 29% من الاستخدامات. اقساط وفوائد 3440 مليار، تمثل 62.1 من اجمالي الاستخدامات، تساوي 20.1 من الناتج المحلي، 131% من اجمالي الايرادات. علشان كده برفض الموازنه سياده الرئيس.